الأستاذ الكبير صلاح حافظ بعد مقتل السادات في حواره عن مقتل السادات، وبكرة أجيب لكم اسم الكتاب، بيقول بالنص أن هناك عدد من القتلة هم اللي تسببوا في قتل السادات. قال هو اللي قتلوا خالد عبود الزمر والناس دي وخالد الاسطنبولي، بس دول اللي أطلقوا عليه الرصاص، دول اللي نفذوا. إنما من قتل السادات النبوي إسماعيل الذي أوهمه بأن اللي رافضينه قلة وشرذمة غير وطنية. اللي قتل السادات إعلامه هو اللي قاله كده، الصحفيين اللي حواليه وعلى رأسهم موسى صبري اللي أوهموه إنه بيوحى إليه من السماء، هؤلاء هم القتلة. ده اللي قاله الأستاذ اليساري الكبير صلاح حافظ عن قتلة السادات. فدول اللي هيوصلوك للحتة دي، اللي بيهموك إنك أنت عبد الناصر وإنك أنت في عظمة السادات وانت اصلا كبيرك رئيس مجلس قروي. ليس لديك لا التشريح الجسدي ولا الامكانيات ولا التاريخ ولا الثقافه ولا اي، انت مالت، انت مالت. فليه بتعافر؟ ليه بتروح حته هتوديك حته تانية؟ بل ان واحد من النشطاء بيقولوا العهده والمسؤوليه عليه انه تم تكليف العمال من الانتهاء من المنصة دي بسرعة عشان الباشا عايز يعلن من عليها ترشحه للرئاسة. ده اللي بيقوله البوس ده مش أنا. صورة المنصة الجديدة اللي السيسي هيعلن عن ترشحه من عليها في احتفالات أكتوبر، المنصة أمام، ده اللي بيقول قول غير فصل، ماليش دعوة، أنا مش على مسؤوليتي، حاسبني على المعلومة اللي أقول لك دي معلومة عليا. بيقول هيعلن ترشحه من ساحة الشعب، زي إحنا دخلنا في الصين ليه كده؟ إحنا بقينا صينيين ليه كده؟ ايه الاسماء دي؟ الاسماء دي تلاقيها في جمهوريه الصين الدكتاتوريه، يسموا ساحه الشعب والحاجات دي. ايه الاسماء الشيوعيه دي؟ ايه ساحه الشعب؟ فين من الساحه دي؟ اي كلام. الشعب بياكل بصل مش لاقي البصل والبيضه بستة جنيه، بس احنا نسمي ساحه حلوه كده نسميها ساحه الشعب. ويلا بقى جو بقى الستينات يرجع تاني، الصداقه والشعب والحاجات دي. المهم تعالى بس، انا ما قريتش يا راجل هو كتب ايه. يا عم انت مستعجل، زي ما قلت في لايف السبت، المنصه كانوا شغالين على ثلاث ورديات لغايه ما خلصت في زمن قياسي، كله يهون في سبيل اخراج كرنفال الاستفتاء الرئاسي بصوره لائقه. ده على مسؤوليه الراجل ده، قول غير فصل. اطلع بقى، هو برضو صور الساحه بتاعت من يسمى بالشعب. بص اتفضل اهي، وهيعدوا بقى نفس القصه بتاعت السادات بالظبط. هو هيموت، هو هيبيض ويبقى السادات، ده لو بيعرف يبيض يعني. لكن السيسي طبعا ما قلتش السادات في محاولات تانية، انه عمل استقلال مؤسسات الى حد ما، لعل اشهرهم القضاء. القضاء كان مستقل الى حد كبير جدا ايام السادات، لدرجة ان القضاء وقفوا هاجموا السادات وهو قاعد، او فيديو زي السادات ده وهو بيعرض السادات كده. سيد الرئيس، واذا كان قد حدث عند مناقشتنا مشروع أحد القوانين التي صدرت مؤخرا في صورته الأولى في نادينا هذا وفي اجتماع لم يضم غير القضاء، وبعد أن وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذا كان قد حدث ما أغضبك فلا تغضب إلا من نفسك، فأنت الذي أطلقت الحرية، وأنت الذي طالب بالمعارضة وبالنقد وألح على طلبهما، إيمانا منك بأن النظم الحرة تنشئ الدول الحرة. وبأن أخطاء الديمقراطية على كثرتها لا تعديل خطأ واحدا من أخطاء الدكتاتورية. أنا رفضت قانون المدعي الاشتراكي لكي لا تكون هناك ازدواجية، إنما أنا طلبت أداة قانون المدعي الاشتراكي بوضوح، فليس هناك ما ندعو إليه أو نتحايل به من خلف القضاء، ولا حاجة لإنسان في هذا البلد أبدا لأن يخفي أي شيء عن هذا الشعب، لكي نستطيع من حصيلة كل هذا أن نبني البناء الشامخ، بناء مصر
التي ظلت عبر الأجيال صامدة قوية مرفوعة الهامة، وفي كل الظروف كان في مصر خضاع. على فكرة ده قاضي مش أديب، ده مش الدكتور حسين ولا عباس العقاد، ده قاضي صحيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن قاضي. شوف اللغة، شوف الخطابة. المستشار وجدي عبد الصمد، المستشار وجدي عبد الصمد، ربنا ابتلانا بعلي علوكة اللي كان ماسك البرلمان، وابتلانا بالقضاء دلوقتي زي معتز خفاجي اللي لسه ميت ده، وزي ناجي شحاته ما بيعرفوش فقه عربي. شوف الراجل قدام الرئيس واقف يتكلم ازاي، والثقة والعظمة اللي في المستشار وجدي عبد الصمد، العظمة. أو السادات، أنت عايز تقول لي اللي خلى ساب هامش حرية للطلبة يقفوا قدامه ويعرضوه، ويقف عبد المنعم الفتوح يقول له يا سيادة الرئيس، اسمع كده عبد المنعم الفتوح كان بيقول له إيه؟ ده وارد يا فندم كل شيء يا فندم. لو سمحت حضرتك، في فرق بين ان واحد ينافق سيادتك وفرق ان حضرتك تقبل النفاق. كلامي واضح جدا؟ لا، يعني ممكن انا انافق سيادتك اسمع اي وممكن حضرتك ترفض النفاق. ده خرج عن حدود الادب. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك، الزم مكانك وحدودك. ومن اليوم يا اولادي، انا جايبكم عشان اقول لكم هذا، من اليوم الاحترام لل دي. لا انت وقفت وعبنا فتح معدي. ايوه ايوه فينا. دي كانت بداية بقى اللي قال عليه صلاح حافظ مع رشاد كامل، انه بداية مقتل السادات لما النبوي اسماعيل اوهمه بانه اللي قالوا لا لاستفتاء السادات دي شرذمة، يعني مختلة عميلة ضد الوطن، وان اللي قتل السادات هو الصحافة وعلى رأسهم موسى صبري اللي اوهموه انه هو رجل يأتيه الوحي من السماء. دي كانت بداية المرحلة دي، بداية مرحلة اختلال السادات. ادي الكتاب اهو، جابوه زمايلي كويس انهم جابوه، اللي هو صلاح حافظ الصحافة والسلطان رشاد كامل. يعني يا جماعة، وهو سماهم قال ده اللي كانوا في المنصة دول نفذوا عملية الاغتيال، سواء كان عبود حسين عباس صابر وعطا طي الحميدة وخالد الاسطنبولي، دول نفذوا الاغتيال. لكن من قتل السادات فعلا الناس اللي حواليه. انت بتقلد السادات في المرحله دي؟ انت بتقلد السادات في مرحله لما بقى يروح وادي الحكمه وادي الراحه بقى، ويوحى اليه من السماء العلا، وانه موحد الاديان، وانه انت بتقلد السادات في الحته اللي ضيعته. يا حضرات، السيسي مجرد جائر بيتشبه بالكبار.